حرفي والصناعات التقليدية من ولايات مختلفة يحطون الرحالة بالدورة 56 لمعرض صفاقس الدولي لعرض ما قد لا يكون متاحا في سائر الأيام إلا بالسفر والتنقل. صراحة أنا معرض صفاقس كل عام نجي، تو عندي 10 سنين كل عام. وجبتونا من جرب؟ جبنا المرقوم، جبنا الزربية، جبنا التوسي، مفروشات الكل ويدوية، كلها صناعة تقليدية. دولة معناتها بالخص الصنعة اللي يخدموا فيها البنات، خياطة ملابس تقليدية اللي احنا تو ديجا اليوم حطينا السلعة ومصلي عم بيها عنا إقبال الزوار اللي هم قاعدين يتكمندوا في السلعة متاع هذه متاع الخياطة ملابس تقليدية، وكيف كيف نعرفوا زادة بالحرفيين اللي عندهم زادة كيف كيف بدايات جديدة. أدوات للمطبخ أو لزينة البيت، ملابس مناسبات أو أغذية ومواد التجميل، تنوع المعروضات في جناح الصناعات التقليدية يجعله وجهة ويضرب له الناس موعدا زوارا وعارضين، وتلك حركية تضمن التواصل والتجديد. يخدموا في الصناعة التقليدية حاجة مهمة كم تكون موجودين في معرض صفاقس الدولي. بالطبيعة العبيدة تحب التراديسيونيل، دع مناسبات والعرايس وكل شيء. بالطبيعة اللباس التقليدي تراثنا نحافظ عليه في عرايسنا في مناسباتنا الكل، أكيد أي عرس باش يكون فيه لبسة تقليدية. المعرض فيه أكثر شواء وأكثر حاجات. المعارض هي ريت هو المتنفس الوحيد للصناعات التقليدية، أي حرفي ما عندوش خيار غير المعارض، ما عندوش، لأنه ما فماش سوق للصناعات التقليدية في تونس وين تروج المنتوج نتاعك، فما كان المعارض أكثر هذاك هو تسمى الحاجة الرئيسية لأي حرفي باش ينجم يبيع البرودوي نتاعه هو المعرض. حاولنا من الفضاء هذايا باش نعملوا لهم، احنا ديجا نعملوا لهم تخفيضات خاصة بهم هما يعني كحرفيين، وثاني حاجة نسهلوا لهم كل الإمكانيات بالتنسيق مع المندوبات الجهوية للصناعات التقليدية لاستقطاب كما قلنا العدد الأكبر من الحرفيين، ونحاولوا كل عام نشوفوا دي برودوي جدد باش يدخل للمعرض، حتى الزائر باش يشوف كيلاتوش ارتيزانال كل مرة يكتشف معناتها دي برودوي جدد اللي هو ممكن أصلا ما يعرفهاش. معرض صفاقس الدولي في جانبه الاقتصادي أحد صمامات الأمان لفئة كبيرة من الحرفيين من صفاقس وبقية الولايات في انتظار سوق تؤمن تواصل عملية الترويج للصناعات التقليدية.